على أن أعظم الشقاء أن يحال بينك وبين الطاعة، أن يحال بينك وبين الهداية. إنما ينعى على من لم يعرف الله طرفة عين، ولم تذرف عينه يوما دمعة من أجل وجه ربه تبارك وتعالى، ولم يعفر جبهته بالسجود لله جل وعلا، هذا المحروم حقا. أما العبد المؤمن إذا كان يسجد لله ويعرف الله ويعرف الطرائق إلى المسجد ويقع منه الصيام والقيام، فهذا على خير عظيم، زاده الله تمسكا به وهداية عليه وقربة وزلفى إليه.